مدارس التكنولوجيا التطبيقيه الجديده وفيها حاجات كتيره جدا. احنا عملنا ما يسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، مدرسه بيتك للتكنولوجيا التطبيقيه، اول مدرسه متخصصه لتجاره التجزئه في مصر والشرق الاوسط. نفسنا يبقى اللي داخلين بعد الاعداديه اكتر من 70% يخشوا تعليم فني، لان ده اللي هيبني مصر. وانا بقول للولاد فكروا كتير بعد الاعداديه، لانه ده قد تجدوا فيه نفسكم وتجدوا فيه هواياتكم. ومدارس الحقيقة أكثر من رائعة، وبدأوا الناس إنها تزورها على الأقل. ناس جاية عارفة هي عاوزة إيه ومختارة الكارير ده، وهتطلع بعد 3 سنين تلاقي شغل. مدارس التكنولوجيا التطبيقية ده الطريق الجديد اللي هيوصلك لمستقبلك. في مدرسة بيتك للتكنولوجيا التطبيقية تقدر تكون في قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، أو قسم المبيعات وخدمة العملاء، أو قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية. خلصت إعدادية؟ قدم دلوقتي في مدرسة بيتك. شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعتمدة دولياً، والدراسة مجاناً. مدرسة بيتك للتكنولوجيا التطبيقية، طريق جديد يوصلك لمستقبلك.